Çıkın oradan! Çıkın! Çalış! منازل اختفت تماما ومشاهد مرعبة لحرائق هائلة تجتاح أيدن والناس يفرون هربا من ألسنة اللهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام وكما تشاهدون الآن أحياء بالكامل محترقة حيث لا يزال حريق الغابات الذي اندلع بين أيدن وكسوداسي مستمرا رغم كل الجهود المبذولة وتتعرض لحصار متزايد من الكوارث أشداء الحرائق بعد أن اجتاحت الواجهة السياحية ومركبات أحياء بالكامل محترقة. كما قطعت الحرائق معظم الطرقات ومشاهد مروعة من دمار واسع بعد انتشار الحرائق حيث أجبرت الناس على إخلاء منازلهم وأعاقت الريح العاتية الجهود المبذولة لاحتوائها. والحريق هو أحد الحرائق العديدة المستمرة التي دمرت أحياء بأكملها وسوتها بالأرض، كما أعلنت حالة الطوارئ وتجري عمليات بحث وإنقاذ ضخمة. يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 300 هكتارا وتسببت بها موجة الحر والرياح الشديدة. وأشارت السلطات إلى أنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق بعد، وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان وأغلقت الطرق في كارثة تعد الأشد منذ أكثر من قرن وتتعرض لحصار متزايد، وأكثر ما يتصاعد هو حرائق الغابات حيث أصبحت في خطر كبير، ففي هذا الشهر أعلنت الحكومة عن 6 حرائق مختلفة وتضاعف عدد الأفدنة التي دمرتها حرائق الغابات 3 مرات تقريبا، في ضوء مناخ أكثر جفافا بسبب الاحتباس الحراري وإزدادت المنطقة المحروقة أكثر من 5 مرات. وتعد عمليات البحث فيها عملية شاقة بعد أن دمرت الحرائق آلاف المباني وانقطاع الكهرباء وانعدام التغطية، كما أدى عدم وجود مياه في الخراطيم وانخفاض شدة تدفقها إلى تأخر فرق الإطفاء، حيث يقاتل رجال الإطفاء حرائق كبيرة وسريعة الحركة حتى بعد الانتهاء بالفعل من مسح 75% من المنطقة المتأثرة بالحرائق بمعونة فرق البحث التي تسببت بموجة الحر والرياح الشديدة. Şu an burayı terk ediyoruz. Buraya kimse gelemiyor, yangın yaklaşmış. Yangın şu an...
çok kötü büyüdü. İleride arabalar yanıyor. Yangın bu tarafa doğru geliyor, adaya doğru. İleride araçlar yanıyor. Müdahale edilemiyor. Gel gel gel, durma durma, atlat yanına, durma gel. Ay yazık ya, çok kötü yanıyor. Ne olacak? Yazık ya. Arkadaşlar özellikle size çağrım, arabayla gelmeyin, motorla gelin. Göz damlası çok acil, yanık kremi çok acil, maske çok acil. Kuşadası'nda oturanlar için söylüyorum. Aysun Eczanesi, Devlet Hastanesi'nin karşısındaki Aysun Eczanesi açık. Bugün nöbetçi. Birlik olalım lütfen. Yemek var abi. Evet. Ekipler var da orası da sıkıntı, orada bir takviye yapalım. Onlar bilmiyorum.